سؤال مولانا، كيف يمكن التقريب بين المذاهب؟ والله يا سيدي، هو أساسا التبعيد بين المذاهب أمر مخترع، يعني أمر. هل في حواجز أساسية بين المذاهب؟ يا سيدي، هو الفرقة بين المسلمين في واقع الأمر إلها مناشئ، يعني مرة يكون منشأ الفرقة لاختلاف في فهم الدليل، وهذا أمر لا غبار عليه. يعني احنا نعرف أن المسلمين قد يختلفون فيما يمكن الاختلاف فيه، لأن عندنا احنا الآن مصادر التشريع الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب مثلا أحيانا يختلف المسلمون في تفسير آية، يذهب بعضهم إلى هذا ويذهب. ودعني أضرب لك مثلا، يعني عندما يقول القرآن الكريم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الاختلاف في فهم القرء شنو القرء، يأتي للحيض من الألفاظ المشتركة، يأتي للحيض ويأتي للطهر. البعض يفهم من مجموعة من القرائن والأجواء أن المقصود بالحيض، والبعض الآخر يذهب ويفهم إلى أن من مجموع الأجواء إلى أن المقصود بالطهر. أنا ما أستطيع أن أحجر على فهم هذا الفقيه ولا على فهم هذا الفقيه، ذاك انتهى استدل بقرائن وهذا استدل بقرائن، وهذا اختلاف محترم يثري الشاحة. مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. البعض من علماء المسلمين يرى أن الآية تحدد المغسول، يعني أنه ابدأ أنت من المرفق كما يفعل الآن إخواننا من المذاهب الإسلامية من مذاهب أهل السنة، فيتوضأ منكوشا على الطريقة المعروفة عندهم في الوضوء، لأن يقول إلى المرافق. المرفق هو عبارة عن نهاية الذراع، هذا الذي يتصل بالعضد، فلما يقول إلى معناه الابتداء من الكف. البعض يفهم من الآية هذا المعنى، البعض الآخر يفهم من الآية لا، يفهم تحديد الغسل وليس بتحديد المغسول، يعني هالمنطقة هذه يجب أن تغسل، أما أن تبدأ من هنا أو من هنا لا، لأن الآية مفتقرة إلى دليل آخر، وهو قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا الفقيه من أهل السنة وهذا الفقيه من الشيعة، هذا يذهب إلى دليل وهذا يذهب إلى دليل، وكلاهما يستقي من القرآن، فلو اختلف هذا الاختلاف لا يقدح أبدا، هذا اختلاف يثري الشاحة. مثلا في باب العقائد، القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. البعض يقول ناظرة يرى الله عز وجل، يراه عيانا وجها لوجه بحيث يقع البصر عليه. البعض الآخر يقول لا، أن الرؤية هنا هي انتظار الرحمة، يعني وجوه يومئذ ناظرة كما تقول أنت في أحاديثك الاعتيادية، تقول له مثلا في اصطلاحنا العامي أنا عيني إلى الله وإلك، يعني أنتظر عطائك، أنتظر إنسانيتك مثلا. يحمل على المعنى الكنائي، وهذا يحمل على المعنى الظاهري، على مؤدى اللفظ ظاهريا. في واقع الأمر هذا اللون من الاختلاف ما ينبغي أن يبعث على الشقاق أو على النزاع أبدا. هذا رجل فهم من الآية شيء وأنا فهمت من الآية شيء، ما ينبغي أن يحصل عندي تشنج عندما أجي إلى أقرع الحجة بالحجة، وإنما نحتكم معا إلى المنطق وإلى الأدلة العلمية وإلى المقاييس. هذا لون من الخلاف يثري الشاحة وما في شيء. مرة لا والله أكو خلاف يمليه الشيطان من ورائه هدف آخر خارج عن حدود الفهم، هذا الخلاف الذي يمليه الشيطان هو الخلاف الذي يأباه الله ويأباه الدين ويأباه المسلمون ويأباه الإسلام الصحيح، هذا الذي نرفضه. أما في واقع الأمر أن مناشئ الاختلاف أن البعض مثلا يرى أن هذا هو الذي يجب أن يكون الإمام، الآخر يقول أن هذا يجب أن يكون هو الإمام، هذا أمر يترك إلى الأدلة، والأدلة تتقارع ما بين هذا الدليل وبهذا الدليل، تقع المقارعة وينتهي الأمر بالأخير إلى نتيجة يرتضيها المسلمون. وحتى لو لم يرتضيها المسلمون، أنت لك رأيك وأنا لي رأي، وهذه أمور قد لا ترقى إلى ضرورة، إذا رقت إلى ضرورة إلى حشاد، إذا ما ترقى إلى ضرورة من ضروريات الدين أنا أعاملك على أساس أنك مسلم من أهل لا إله إلا الله ولك آراءك، وأنت تعاملني على أساس أني مسلم من أهل لا إله إلا الله ولي آرائي، ونحن معا في طريق الله عز وجل، ونحن معا في ظلال لا إله إلا الله، ولو اختلفنا في بعض الجزئيات فما ينبغي أن يكون ذلك باعث على التمزق وعلى التفرق.
أما التفرق والتمزق فمن ورائه الشيطان غالبا.